جاردة على أسهم دبي، وبعدين نلحق أبو ظبي. كنا تكلمنا أول شيء عن أعمار، كمان مع الأخبار الإيجابية القوية يعني مثل دبي مول، وامبارح تصريح سيد محمد العبار رئيس الشركة عن عائدات دبي مول وأخبار. خلينا ناخذ أعمار بعدين ناخذ دبي انفستمنت، شفنا هالرفع، بنرجع ناخذ أرابتك شو بأثر على تحركه، وأيضا مشاريع قوية بأبو ظبي والتحرك للخارج. أرابتك، أعمار، دبي انفستمنت، خلينا ناخد سوق دبي المالي منكفئ نوعا ما، وايضا الاجانب. بس قبل ما ندخل فيهم كنت عم اتكلم شيء مهم عن الاجانب. الاجانب متمركزين بدبي، طبعا نعرف مركز دبي المالي العالمي دي اي اف سي، ما عم نشوف انه الوجود قوي اذا مثل ما عم تكلم حضرتك، مثل ما عم تشوف انه عم بفضلوا الاسواق الاجنبيه الاخرى، بينما تمركز بالمدينه يعني عم بيكون عندنا. لا، وجودهم هنا هو كان يعني كان من اجل وجود مركز دبي المالي العالمي. كانوا صريحين في نظرتهم لاداء الاقتصاد في المنطقه ككل. رايناهم يعلنوا بصراحه من فتره كما 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 تحدثنا تفضيلهم لاسواق مثل اسواق السعوديه واسواق الكويت لاستثماراتهم. راينا ذلك يترجم عن طريق عمليات شراء لمحافظهم في تلك الاسواق، بينما هنا يعني بالاسواق الاماراتيه لم نرى ذلك الدخول القوي على عكس ما كنا نتعود. مثلا ب 2007 كان هناك تفضيل لاسواق الامارات تحديدا لسوق دبي وتركيز على الاسهم العقاريه، الان هي السبب الرئيسي في تخوفهم. ولكن مع الانتعاش التي تشهدها الاسواق العالميه برا، راينا منذ فتره كما تحدثنا هناك عمليات شراء من قبل هذه المحافظ، ولكن هي اكثر لعملائها اكثر منها لمحافظهم نفسهم. هذا يعني يعكس تخوفهم حتى اللحظه من الاداء العام للاقتصاد والاداء العام لحركه الاسواق. طيب، وبالنسبه للاسعار الحاليه هي مش امن من غير اسواق بالدخول إلى كاداره المخاطر؟ هن كيف نظرتهم حسب هم نظرتهم بدايه هم الفتره عام يعني مدى الاستثمار هنا يعتبر 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 يعني واحده من المعطيات التي يهتمون فيها كثيرا. كتحليل وسوق ينظرون الى يعني اب داون ابروتش، هناك نظره للاقتصاد بشكل اساسي، توقعاتهم للاقتصاد بشكل عام، توقعاتهم للقطاعات ومن ثم انتقائهم للاسهم. هذه بوجهه نظرهم طبعا، اذا 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 ما فاضلوا، اذا ما كانت هناك مفاضله بين الاسواق لاعطاء اوزان للاستثمار في هذه الاسواق، نرى ترجح كفه السعوديه، ترجح كفه قطر، ربما الكويت في بعض الاوقات كان هناك تفضيل مقارنه باقتصاديات، وهذا واضح يعني من الارقام وهم تحدثوا عنه من قبل. هناك يعني تفضيل لباقي الاسواق عن اسواق. طيب صراحه اي متى تشوف في رفعه قويه؟ رفعه قويه بالسوق هلا مثلا، يعني بدايه ما يحدث بالاسواق الامارات، او حتى يعني من متابعتي البسيطه لما يحدث بالاسواق المحيطه، هو جميع ما يحدث الان هو عباره عن عمليات تصحيح الى الاعلى، وخصوصا بعد عمليه الهبوط الكبيره القويه التي شهدتها جميع هذه الاسواق. نرى عمليه التصحيح الاعلى تتفاوت مداها من سوق الى اخر، لربما السوق دبي تحديدا كان من اقل الاسواق استفاده من ذلك، الا انه لا يعني ان هناك السعوديه او قطر او حتى الكويت، ما يحدث فيها الان هو عمليات تغيير الاتجاه الى الاتجاه العلوي، هو فقط عمليات ارتداد الى الاعلى، تصحيح لحركه الهبوط القويه التي شهدها في منذ منتصف 2008 وحتى بدايات 2009. نرى حده الصعود الاعلى يختلف من اسواق الى اسواق حسب السيوله، حسب نظره المستثمرين الى تلك الاسواق. يعني مثلا صار لنا زمان ما شفنا نسب، مثلا هي الاصل مثلا ما عم بتشوف نسب بسوق دبي 14%، قليل تشوف حتى ولا حتى بالاسواق ككل. لا بس بتشوف بسوق السعودي لا تعني نسب ثلاث اربع شركات مينيموم او اربع، يعني ارتفاع اكثر من 1% او 1.5%. لا، افضل ان يكون هناك ارتفاعات قليله كنسب مستمره على ان تكون هناك ارتفاعات. في فرق بين ارتفاعات قليله وارتفاعات بالمره، يعني لا استطيع اقارن سوق دبي بالسوق السعودي من حيث احجام تداول ولا من حيث عمق السوق ولا من حيث شرائح المستثمرين. خلينا نخرج من دبي ندخل ابو ظبي، عم نشوف عندك البنوك، اتصالات، وايضا الاسهم النشيطة الأخرى العقارية مثل دار صروح وأيضا أبار وطاقة، هودي هالأسهم. كمان بدنا نبدأ نظرتك على السوق، هل في اختلاف قوي بين أبو ظبي ودبي؟ حتى اللحظة هناك تفوق بالأداء، تفوق نسبي بالأداء بالنسبة لسوق أبو ظبي بالنسبة لسوق دبي، رأناه يتمثل بنسب الارتفاعات في كلا السوقين. لربما الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي منذ فترة كانت هي الدافع والداعم الأكبر لحركة المؤشر، على عكس ما كنا نراها في بعض الأوقات بسوق دبي، كنا نرى الأسهم القيادية هي الضاغط الأكبر. يعني إعمار حتى الآن ارتفاعاته لم تكن مقنعة كثيرا مقارنة في مثلا ارتفاعات الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي. لربما هذا يعني تم ترجمته
بنسب الصعود التي نراها حتى اللحظه. الاسهم القياديه في سوق ابو ظبي تؤدي الان دور ايجابي باعتقادي الشخصي، ودورها يتمثل في تثبيت السوق على هذه المستويات، وبالتالي محافظه السوق على اكبر مكاسب جناها حتى اللحظه. نرى من فتره لفتره هناك تبديل وتدوير في السيوله بين القطاعات المختلفه. نرى هناك يعني في فتره سابقه كان هناك تركيز قوي جدا على الاسهم العقاريه، الاسهم النشطه، راينا سهمي الدار وصروح يستفيدوا بشكل كبير. في بعض الاوقات كنا نستفيد من نرى تحركات قويه على اسهم الطاقه، كنا طاقه ابار، كان هناك عمليات ارتفاعات كبيره، ومن ثم يعني حتى لما كنا نشوف عمليات التركيز السوري على قطاعات معينه، ما كنا نشوف عمليات جني ارباح او ضغوطات قويه تشهدها الاسهم القياديه، لا سيما سهم اتصالات او سهم أو اسهم البنوك. حتى الان اتصالات لو متابعت حتى الى الرسم البياني تاعها عم تشوفها يعني عم تاخذ شكل فلات. نعم لا يوجد هناك فيها ارتفاعات، الا انها تؤدي دور فاعل في تثبيت السوق. دبي الموضوع مختلف فيه، لربما من حيث بناء حركه المؤشر وثقل الاسهم القياديه، اعمار كما تحدثنا، يعني حتى الان مثلا بالرغم من ارتفاعاته الايجابيه في الفتره الاخيره انه ينفشل في اكتساب المزيد والمزيد من الزخم. نرى عمليات مقاومه، عمليات جني ارباح تكون اثرها كبير جدا في سوق دبي. خلينا نشوف الدار دبي. رايك ايضا الدار طبعا القائد بابو ظبي محافظ بعده نوعا ما على الاسعار السهم، كمان كيف نظرتك لسهم الدار؟ الدار هلا عم نشوف يعني اكثر مره حاول اختراق مستويات الاختراق والاغلاق فوق مستويات الاربع دراهم، حتى الان بنشوفه عم بيفشل، بالرغم من انه حتى الان مستوى الاسعار قريب جدا من اعلى مستويات حققها السهم طيله الفتره الماضيه، الا اننا يعني بعض الشيء بدانا نرى يعني فقدان في الزخم او القوه الدافعه لحركه هذا السهم. نعم الاسعار ما زالت مرتفعه ومحافظه على اكبر مكاسبها، الا اننا بدانا نشهد يعني قله السيوله الداخله حركة هذا السهم. فنيا يجب على السهم العوده والاختراق فوق مستويات 4 دراهم و5 فلوس او الاغلاق فوقها، مثل هذا الاغلاق قد يعطي اشاره فنيه قويه لمتابعه الاتجاه الصعودي، لربما بعدها نشوف مستويات ال 4 دراهم 20 4 دراهم 35 كاهداف سعريه تاليه لحركه هذا السهم. حركه السهم مقارنه بحركه السوق ما زال من اكثر الاسهم التي يتفوق ادائها على حركه المؤشر بشكل عام، مستويات 3 دراهم 75 3 دراهم 65 وحتى 3 دراهم 55 الان تعد اهم مستويات الدعم القريبه على حركة سهم الدار. نعم كمان خلينا نشوف البنوك بأبو ظبي، يعني بنشوف بنوك بأبو ظبي مثل بنشوف بنك أبو ظبي الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، الأسعار أكثر شيء محافظ تقريبا على أسعاره وتماسكه، عم بيكون بنك الخليجي الأول، شفنا تماسك قوي لسعر السهم. احنا بنشوف بنك وإعادة شراء كمان. بنك الخليجي الأول احنا من فترة لو متابعته حركته مقارنة بحركة قطاع البنوك وحركته مقارنة بحركة السوق بشكل عام، برضه يعتبر بنك الخليج كحركة سهم هو ومن أكثر الأسهم تفوقا أداؤه على 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 قطاعه. الجميع يعلم وزن قطاع البنوك في على المؤشر العام لسوق ابو ظبي، كما تحدثنا ربما الوضع مشابه لحركه سهم اتصالات. حتى الان البنوك بمجمل حركتها يعني تعطي الدعم المطلوب لدعم الحركه العامه بس غير دور الاتصالات، يعني شفنا الاتصالات احنا فقد دوره القيادي بالسوق، كان يعمل مثل ميزان للسوق وقت يكون في خساره نشوف لا اعتقد والله جو انه فقد دوره، لربما هناك احجام تداول عليه كثير خفت، ولكن حركته حتى الان او ثباته عند هذه المستويات التي تعتبر يعني نوعا ما قريبه، لا نقول انها قريبه من اعلى مستويات، الا انها عمليه التصحيح التي مر فيها السهم لا تعتبر عمليه تصحيح قويه، ثبات السهم عند مستويات ال 10 دراهم باعتقادي، والان يعني السهم عم بيعمل اقل شيء مطلوب منه في سبيل دعم السوق، عم نشوف سوق ابو ظبي عم بيستفيد من هذا الكلام، محافظه السوق عند هذه المستويات، يعني حتى عمليات جني ارباح التي تعرض لها السوق في الاسبوع الماضي لم تكن عمليات جني ارباح يعني حاده، كنا نرى السهم يعني الدار من 4 دراهم الى 3 دراهم 75 لا تعتبر عمليه تصحيح قويه. نعم. لربما الاسهم القياديه التي نتحدث عنها بالرغم من عدم نشاطها وسيرها في نطاق عرضي، الا انها تعطي يعني تدعم بشكل عام، وبالتالي تفيد باقي القطاعات وباقي الاسهم. طيب نظرتك الاسبوع للسوق؟ باعتقادي حاله الذبذب ما زالت هي المسيطره، السوق الان قدام مستويات مهمه جدا لاختبارها، وتمكنوا من اختراق هذه المستويات باعتقادي سوف يعطي السوق حركه جديده، نتحدث عن مستويات 1685 ل 1710 هذه المنطقه على المؤشر العام لسوق دبي، لا نستطيع الحديث عن متابعه الصعود الا عندما يتمكن السوق من اختراق هذه المستويات، حتى الان الاشارات تعتبر نوعا ما
سلبيه على حركه السوق على المدى القصير. اي اختراق لهذه المستوى سوف يعطي السوق دعم قوي، لربما راينا اختبار بعديها نشوف 1950 1975 القمم السابقه للسوق في سوق ابو ظبي. الان المجال متاح اكثر للعوده لاختبار 2650 وربما 2700. 1700 هي تعتبر الان مستويات المقاومه الاهم لحركه المؤشر العام بسوق ابو ظبي، بينما الان مستويات 2575 2500 اهم مستويات الدعم. افترض في محصله يعني بتشوف انت اكثر شيء اتجاه عرضي بانتظار حدوث اختراقات بالاتجاه العلوي. هذه الاختراقات يجب ان يصاحبها ارتفاع باحجام التداول حتى اللحظه. من وين بدها تجي هذه الاحجام؟ سوف تمثل باما بربطها باداء ايجابي لحركه اسواق المحيطه والاسواق العالميه كما تعودنا بالاسواق، او دخول مؤسسات محليه وخصوصا التعويل الاكبر على محافظ البنوك المحليه هنا في دوله يعني الامارات. معقول يصير في هالدخول؟ احنا عم نسمع يعني البنوك رجعت تحركات، بقول لك يعني ببدايه شهر 4 راينا تحرك البنوك يكون على اكثر من شكل. بدايه هناك بعض المحافظ واحنا متابعين، هناك عمليات شراء لمحافظ في المحافظ المحليه، ايضا هناك عوده فتح التسهيلات للاسهم او يعني للمارجن تريدنج رايناه، وبرضه بعض البنوك تنشط فيه وبعض البنوك المهمه والمهم دورها في الاسواق الاماراتيه. شكرا لك مدير الوساطه واداره الفروع، مدير الوساطه واداره الفروع بأعمال الخدمات الماليه السيد حسام حسيني على هذه المشاركه.